هي انه بعد كده هيضرب لنا مثل على فساد الشرطه في دوله زي روسيا. وبس في صفحه ضاعت اهو، بيقول لك انه روسيا من اكتر الدول فساد في العالم، وانه الدوله اللي اسمها روسيا دي الحقيقه شبه استبداديه. بيقول لك رغم ان الشرطه في الدول دي بتقوم بمجازر، الا ان رواتب الشرطه منخفضه جدا، رغم ان الشرطه بتلعب الدور المهم جدا في بقاء النظام. قوات الشرطه بتسحق الاحتجاجات، بتوجه الضربات قاسيه للناشطين ومعادي الحكومه، لكن الدوله بتديها فلوس قليله، مرتبات قليله، رغم ان الدوله معاها فلوس تدي لقوات الشرطه من خلال الدوله، لكن الفساد يتسيد الموقف. الحكومه بتلاقي ان اسهل وسيله لتعويض ضباط الشرطه عن ولائهم هو انهم يسيبوهم يمارسوا الفساد براحتهم. يتعمد النظام دفع رواتب منخفضه للشرطه، وذلك لحفزهم على ممارسه الفساد اللي بيشوفوه ضروري. بيحكوا لنا هنا او بيحكي الراجل عن واحد اسمه ميخائيل، ده كان الراجل الاكثر فسادا في اسراء قصدي في روسيا، ورغم انه ما حاولوا يدينوه، لكن الراجل ده الحقيقه ما حدش عرف يدينه. وانا كده مش هنتكلم على براءته، انما بيحكي قصته بس. بعدين نرفع الصوره شويه يا ريت. ايوه لا لا الصوره اللي قبل كده بيحكي عن ضابط. ايوه دي بس هي صوره مقطوعه، انا ما اعرفش مين اللي. ايوه كده بالظبط. بيحكي عن ده اليكسي ديمافوسكي، احفظ الاسم ده، اليكسي ديمافوسكي. ده كان رائد شرطه بمدينه اسمها نوفوروسيسك، تعدادها زي ما انت فيك. الراجل بيقول انه اعترف انه هو ضابط شرطه، رائد شرطه فاسد. بيقول انا باخد مرتب 413 دولار في الشهر، ده اضطرني الى ان انا امارس فساد، لكن نصيبي في الفساد كان قليل جدا وضئيل جدا. وراح عمل ايه الراجل؟ قال لك اوكي انا والله يا جماعه ضابط شرطه فاسد. راح مصور نفسه وصور رحله الفساد اللي بيمر بيها الشرطه الروسيه وهو بطل. هو صور نفسه وبيتقاضى وبيسلم رؤسائه. في الصفحه اللي بعد كده بيقول لك انه قام بعمل فيديو وبعت الفيديو ده لبوتين الرئيس الروسي قبل ما يبث الفيديو على اليوتيوب. الفيديو حظى برواج هائل جدا، ووصف فيه احدى الممارسات الشائعه بتاعه الفساد. كان على الضابط لدى انتهاء من نوبات عمل وتسليم جزء من الرشاوى اللي بيحصل عليها، كانت بتتراوح ما بين 25 دولار ل 100 دولار، بيوديهم لواحد من كبار الضباط اللي هناك في القسم التابع ليه، ولو ما عملش كده حل مجلس تاديب. ديمافوسكي ده حب يوقف الفساد ده، وصور نفسه وبعت خطب الرئيس بوتين وقال له كيف لضابط شرطه ان يقبل الرشاوي. وسال الرئيس بوتين في رساله ان كان يدرك الهوة اللي بيتجه ليها المجتمع الروسي. وفكر بوتين بانه كان بيقول ان الفساد ليس مجرد جريمه بل ممارسه اخلاقيه، وقال له انا جيت اتوب اهو، وبص الشرطه بتاعتك فاسده، وقال قصه وفضل يحكي له القصه دي. الا ان اللي حصل انه الحقيقه الشعب الروسي كله اعجب بالموقف بتاع ديمافوسكي واعتبروه بطل، لكن اللي حصل معاه حكوميا كان مختلف، حيث تم اضطهاده وتقديمه للمحاكمه وسجنه، وبعدين افرج عنه بعد كده. تعال لي بقى يا علي افرج عنه اشتغل ايه. يعني الراجل قدم دليل عن الشرطه فاسده وبعت الدليل ده للرئيس بوتين وحطه على اليوتيوب، والشعب الروسي شافه بطل، راجل تاب وبيقول لهم الشرطه فاسده. كانت النتيجه انه اتحاكم واتسجن، وبعدين الضغط الشعبي خلى الحكومه الروسيه تفرج عنه. وبعدين هيشتغل ايه بقى؟ اشتغل مرشد سياحي. فين؟ في احد القصور اللي تتبع ضابط شرطه فاسد. اهو بيقول لك اشتغل في الارشاد السياحي. لا لا انت رحت فين؟ لا 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 هاتها تانيه الله يخليك. هي هي ايوه بالظبط. اشتغل ضابط، اشتغل بالارشاد السياحي، حيث كان يصحب السياح الى القصور الفاخره التي يمتلكها بعض زملائه الضباط، وكان ابرزها المنزل اللي بيمتلكه رئيس الشرطه بتاعه اللي اسمه تشيرنستيوف، اللي كان راتبه يبلغ الرقم ده بقى ايه؟ 25,000 دولار؟ صح؟ انا قريتها صح؟ سنويا. لكنه كان يمتلك منزلا على الشاطئ 2500 دولار تقريبا، لكنه كان يمتلك منزلا على شاطئ البحر مقاما على ارض يبلغ ثمنها الرقم اللي قدام حضراتكم. لم يقل رئيس الشرطه من اين له كل هذا. الجدير بالذكر انه لسه ضابط الشرطه في منصبه ولم يواجه السجن بسبب فساده الواضح، بينما وعلى خلاف ميخائيل الراجل الثري وتاني ديمافوسكي ظل مواليا للنظام، ده ضابط الشرطه الفاسد يعني للنظام الحاكم،
كان ثمه رد فعل من الكريملين. ايه بقى الكريملين عمل ايه؟ الكريملين حط قرار، قانون. القانون ده بيقول ان اي شخص هينتقد رئيسه او هيتهم رئيسه او هيكشف فساد، الشخص اللي كشف الفساد هيتحاكم. وسموا القانون ده ديموفسكي اهو. الا ان الكريملين اطلق مش عارف ايه، حيث ذلك بفرض عقوبات شديده متجدده على ضباط الشرطه الذين ينتقدون رؤسائهم، واصبح هذا القانون يعرف بقانون ديموفسكي. الحقيقه